فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقول أنا أمشي في حياتي وفي أموري على الهوى وعلى الشرع، من يقول أنا أمشي وأسير في حياتي على الهوى وعلى الشرع، فلا على هواه الشيء الثاني والشرع وعلى الشريعة. الشريعة نعم، فلا أعتمد في أمور الحياة على الشرع فقط. يقول ما حكم قوله هذا؟ لا يجوز له أن يقول الكلام هذا، يقول أنا أمشي على الشريعة، إذا حصل منه هوى يتوب منه، لا يقول الكلام هذا. نعم.